ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. كتاب الإبانة المجلد الثاني بفضل من ربنا ونعمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل كتب على آدم معصية قبل المعصية قبل أن يخلقه سبحان الله، فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة. وروى المصنف بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله عز وجل آدم فقال: أنت آدم أنت أبونا آدم؟ قال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فيما تلومني على أمر قد سبق من الله فيه القضاء قبل أن أخلق؟ قال: رسول الله حينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليه السلام. في رواية: احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم: أنت الذي أدخلت ذريتك النار؟ قال آدم لموسى: استفاك الله برسالاتي وبكلامي وأنزل عليك التوراة فلوجدت أني أهبط؟ قال: نعم. حجه آدم. وفي رواية: تحج آدم وموسى فقال له موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أفتلمني على أمر كتب علي قبل أن أفعله، يعني قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى. المحاججة، وكانت المحاججة والحجة مع موسى مع آدم على موسى. لأن والحق هنا لابد أن نقول في هذا الباب: رضي الله عنك أحمدي، هو يحبك جدا، الله أكبر الله أكبر. فموسى عليه السلام ما كان يلومه على المعصية، ولا يمكن لموسى أن يلومه على المعصية في الأكل من الشجرة. هو قال له بنامة: أخرجت قومك من الجنة؟ فقال له يعني قال له: هذا أمر كتب علي. وهذا فيه أمران: الأمر الأول جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فهنا آدم احتج بمصيبة الخروج من الجنة، ما احتج من الأكل بالشجرة. فقال له: تلومني على مصيبة كتبها الله قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، لكن الاحتجاج بالقدر على المعايب لا يجوز، إلا في حالة واحدة كما قال ابن القيم وغيره: إذا تاب منها، حتى لا يضرب الشرع بالقدر. فهنا موسى لامه على مصيبة، فهو حجه بأن المصيبة كتبها الله عليه قبل أن يخلقه. فقال: أنت آدم؟ نعم. أنت آدم أخرجتنا نفسك من الجنة؟ قال: أنت موسى بني إسرائيل خصك الله بكلامي وبرسالاتي. فهنا فيها إثبات الكلام وإثبات خط التوراة بيده. في رواية أخرى قال له: تلوموني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق خمسين ألف سنة؟ فاحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فاحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، وله ذلك. لذلك قال النبي: حج آدم وموسى حج آدم وموسى حج آدم وموسى. فإذا أهم مسألة في هذا الباب هو الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. وفيها الرد على القدرية بأن الله خلق كل شيء وكتب كتب كل شيء قبل أن يخلق خلقه خمسين ألف سنة. لابد يهدم المسجد حتى يخرج الولد، أو يبقى الولد فيه، أو إخراجه بقى إلى المقابر. الآن أستأذنكم. لا إله إلا الله. نادر هذا نادر، والله أكرم نادر هذا نادر، الله يرضى عنكم ويحفظكم جميعا. طيب، فوائد الشعب: الكذب فجور،
علامات الإيمان الصدق، النظرة المصلحية والمقاصدية، جواز الكذب للإصلاح بين المتنازعين. أما الإيمان فجواز الاحتلال بالقدر على المصائب لا المعايب. مراجعة المفضول للفاضل أو الفاضل للمفضول، شريطة الأدب. الحق واحد لبيان أن آدم أصاب وكانت حجة له على موسى عليه السلام. سبحان الله ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.